اهلا وسهلا حبيباتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا وقناتكم رميساء شوب. وكيف ما عودتكم ديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله اثمنه روعه وموديلات اروع. ما ننسوناش من جيم وكومونتير، واللي اول مره غيشوف القناه ديالنا يتابعونا معنا ومرحبا بكم. خليوا لي لي كومونتير من اين مدينه متبعينا. الموديل التركي ما شاء الله راه وفرناه لكم في المحل ديالنا، كيجي خطير تبارك الله. شوفوا البنات، شوفوا لي غير الطرزه اللي فيه، راه مخدومه تبارك الله، شي حاجه روعه. وفيه حتى هذه ديال الكاش، راه فيه السنسله هابطه لتحت وفيه الكاش ديال السنسله اللي كتجي بحال هكا. وفرناه لكم في اللوان ديال الجين، ما شاء الله هذا الموديل شاكل راسو ولقى الاعجاب ديالكم، وحنا عاودنا وفرناه لكم. وفيه اللوينات اللي هما هادو، كاين هاد الجين هذا وكاين هذا، حتى هما كلهم لي في ديال الجين، غير هذا جين في الكغي كيف ما كتشوفوا، هذا جين في البلو مارين، جين هذا في الزرق. شوفوا لا ديفيرونس بيناتهم، اللي بغات شي حاجه سكرين وتصيفط ليا بالنسبه لي طاي، من الام حتى التريبل اكس ال، شي حاجه روعه ما شاء الله، غزاله كتجي انيقه. وغادي نعاود نبين لكم لي ديطاي ديالو باش يبان لكم كيفاش كيجي. كيجي مشدود بلاستيك من هنا، وكيجي من هنايا بوفون الكميمات ديالو كيفاش كيجيو مطروز، شي حاجه خطيره. تقاطع لي فيه عطا واحد الفوليوم زوين ما شاء الله. ها انتما كيفاش كيجي البنات. مهم بالنسبه للبنات اللي كانوا وصوني عليه يسكريني ويصيفطوا ليا، ومرحبا بالجميع. معايا البنات هذا الموديل الجديد ديال العبايه طبقات اللي ديجا كنا وفرناه لكم وعاودنا جبناه لكم عاوتاني، ما شاء الله كيجي غزال. كتجي عبايه طبقات بالبازيك ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، والبازيك كيجي قطن وواسع حتى هو، وهي كتجي من الفوق وعندها لا سانتور كتقدري تحزميها، وكيجيو فيها الطبقات. هذه جبتها خصيصا للبنات اللي كيقولوا لي العبايه طبقات كتبين، دونك هذه راه ما كتبينش كيف ما كتشوفوا معايا، فيها هاد الدوبلوغ ديالها وفيها حتى البازيك، وكتجي واعره انيقه دو بياس. يعني العشاق الاناقه والمحجبات، وكيف ما كتشوفوا معايا راه فيها اللوينات، كاين هاد اللون اللي لابسه العارضه، كاين هاد الغوز هذا حتى هو كيجي واعر، هذاك اللون اللي ديجا هي لابساه، وكاين هاد الفيغ كيف ما كتشوفوا معايا. هاد جوج الوان راه فيهم الفرق، اللي بغات شي حاجه تسكريني وتصيفط لينا. كاين هاد الخضر وفيها لي طاي من الام حتى للدوبل اكس ال، الثمن ديالها 500 درهم حصريا عند الرميساء شوب. وهذا البنات الشكل الثاني في العبايه الطبقات اللي ديجا اصلا كنتو شفتوه عندي، غير هو انا كنت كنجيبو بلا هاد لي زيستراس، واليوم جبناه لكم في هاد لي زيستراس في الدورات هنايا كيف ما كتشوفوا معانا. وتبارك الله حتى هي كيجي التوب ديالها رائع ما شاء الله، وكتجي طايحه صراحه. هاد العباية طبقات نخوة 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 بكل الموديلات ديالها، وانا راه نوعت وشكلت لكم فيها. وكيف ما كتشوفوا معايا هادي راه فيها لي طاي من الام حتى للتريبل اكس ال، وفيها اللوينات اللي هما هادو، كاين هاد اللوين هذا ترابي كيف ما كتشوفوا معانا كيجي غزال ما شاء الله، كاين فيها نوار سيد الالوان، كاين فيه اللون اللي لابسه العريضه ديالنا، وكاين فيه هاد الكغي حتى هو كيجي خطير، داك الكغي نوار. كاينين فيها اربعه ديال اللوينات اللي كيجيو رائعين ما شاء الله، والثمن ديالها حتى هي 500 درهم حصريا عند الرميساء شوب. والبنات حصريا من عند الرميساء شوب جينا وجبنا لكم الموديل الثالث اللي ما شاء الله روعه روعه روعه. بمجرد انني كنت حطيته لكم قبل ما نجيبه فلقى الاعجاب ديالكم، داكشي علاش وفرته لكم في المحل ديالنا، وما شاء الله راه كيجي خطير. شوفوا معايا البنات لي ديطاي اللي فيه كيفاش كيكونوا، شوفوا لي التوب فيه هذوك لي طاش اللي كيبينوه ما شاء الله روعه، كتقدري ديريه بلا سانتور كيف ما كتقدري تحيدي ديك لا سانتور، وفيه غير جوج طبقات، وكيجي مع الطرحه ديالو روعه ما شاء الله، كيجي خطير تبارك الله. فيه ثلاثه ديال اللوينات البنات، ولي طاي من ال من الام حتى للدوبل اكس ال، والثمن صادم البنات. غيبقى لكم كيف الطبقات العاديه ب 500 درهم، وهنا غادي نوريكم اللوينات ديالو. كيجي في هذا اللون اللي لابسه العريضه، وكيجي في هذا الترابي اللي كيجي حتى هو روعه ما شاء الله، وكيجي في هذا الغوز البيب. شوفوا معايا البنات روعه الالوان صراحه، شي حاجه خطيره زوينه، ثمن 500 درهم سريع البنات، راه الكميه فيه محدوده. ودابا غندوزو لكم لهذا الموديل اللي لقى الاعجاب ديالكم بزاف بزاف وشكرتو، كنا موفرين لكم في المحل ديالنا في الاسود، ودابا وفرنا لكم في اللوينات. شوفوا البنات التوب ديالو حريري ما شاء الله، كيجي غزال طايح طاي، راه ستوندار
فيه دوك الصديفات اللي عطاو واحد لافه زوين صراحه، ولقى الاعجاب ديالكم وطلبتو مني اللوينات فانا جبتهم ليكم. كاين هاد البنات هاد اللون هذا اللي لابسه العريضه ديالنا، وكاين حتى هاد اللون هذا اللي كيجي داك البلو كانار بلو فيغ. مهم اللوين زوين توب روعه، فيه واحد السنيسله اللي كتجي غير نصاصيه هابطه جهه الصدر هكا، وراه التوب ديالو اكثر من رائع صراحه. يعني صبنيها ولبسيها هكا بلا ما تصلحيها بلا والو، جاي طايح التوب كيف ما قلت لكم، راه متوفره في ثلاثه الالوان، وعاود جبت لكم حتى الاسود بما انه لقى الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي ما ديجا ما شافوش كيفاش كتجي ملبوسه في الكحل، فانا حبيت نشارك معكم هذا البتي فيديو هذا اللي كيبينوا فيه لي ديتاي كيفاش كتجي وهي ملبوسه. بالنسبه لهاد العبايه البنات راه كتجي ستوندار وكطيح على الجسم ديالك، كنت رقيقه ولا غليظه طويله ولا قصيره، فهاد العبايه كتجي معك لانها كتفورم عليك. جايه واحد الفصاله عندها رائعه، وفيها هاد لي بتي ديتاي هادو اللي عطاوها واحد الجماليه واناقه. يعني كيف ديما كنقول لكم شعاري انا سامبل انيق، كنحاول نقلب لكم على موديلات سامبل وانيقه، وكنحاول نقلب لكم على عبايات اللي كيكونوا ميلين للسبور، لان هذا لقيتو طلب ديال الزبائن ديالي اكثريه. المهم البنات هاد العبايه ما شاء الله راه جات روعه، التوصيل كاين في جميع المدن المغربيه، وكنديروا البيمون على ليفغيزون، دونك حتى كتوصلك لا كوموند ديالك عاده كتخلصيها يا لالا، باش تبقاي لينا مرتاحه وحنا في الرميساء شوب كتهمنا راحتك هي اول حاجه. المهم لا فيديو حاولي نبينو فيه اغلبيه ديال لي ديتاي باش اللي بعاد يشوفوها، واللي قراب يجيو عندنا يشرفونا في المحل ديالنا اللي كيتواجد في كازا سيدي معروف قيصريه باب الخير. والبنات او المتتبعات ديالي القدام غادي يعقلوا على هذا الموديل هذا اللي كان ديجا عندنا العام اللي فات ولقى الاعجاب ديالكم، فاول ما شفتو عاوتاني فجبتو ما ترددتش صراحه، لانني انا عارفه الكاليتي ديالو كيفاش دايره روعه، وكنعرفو عاجبكم بزاف بزاف بزاف، وخصوصا هاد اللوينات الشبابيه اللي فيه واللي عاطيه جماليه اقل ما يمكن ان نقول عليه انه انيق صراحه، كيميل شويه الجلابه المغربيه ديالنا، وهذا اللي عجب الكليانات ديالي بزاف فيه، ساتر وانيق البنات، انيق راه كلمه قليله في حقه صراحه، كيجي كلاس. شوفوا كيفاش جا في الموديل ديالنا روزا نور شوب. وبالمناسبه البنات نبغيكم كاملين تدعموها وتدخلوا القناه عندها، غادي نخليها لكم تحت في التعليق، وتابونا في القناة ديالها. المهم نرجعوا الموديل ديالنا، فهاد الموديل البنات كيبقى ب 500 درهم بعد ما كان عندنا في لا كوليكسيون اللي كانت سالت ب 700 درهم، دابا درنا فيه تخفيض وكيبقى ب 500 درهم، الكمية فيه قليلة البنات، فنبغيكم كاملين تستافدوا من هاد العرض او الخصم اللي درنا ليكم. بالنسبة للوينات فيه كاين داك الفيرمنت وكاين هذا راه الكغينواغ غير مع الشعر الضو هذاك الشيء ما عطاش مزيان، ولكن غادي نخلي لكم الصوره ديالو باش تشوفوا اللون ديالو الحقيقي. البنات راه ديما فيه داك كيناسقوا معاه ترابي، دونك الشيله ديالو او الطرحه فكتبقى حتى هي في اللون الترابي ماشيه مع داك الخياطه ديالو. صافي البنات كاين فيه قلت لكم داك المانت، كاين فيه هاد الكغينوار، وكاين فيه كاين فيه حتى اللون الترابي. واخا البنات بالنسبه لي طاي كاين حتى هو من الام حتى الدوبل اكس ال، وان شاء الله المره الجايه غادي نجيب لكم فيه لي طاي الكبار باذن الله. المهم البنات نعاود نفكركم بالارقام ديالنا 07 13 05 68 50، تواصلوا معايا في الواتساب اي حاجه عجبتكم، فيكفي انك كتسكرينيها وكتصيفطيها لينا وحنا كنتكلفوا بالباقي. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يجيو عندنا المحل ديالنا وبغاو مثلا شي موديل خافوه ما يجيش قدهم، فالبنات يكفي انك تعبريه ليا من الباط للباط فقط، ما تبقى انا كنتكلف به، دونك انا كان ملي كتعطيني العبار من الباط للباط راه كنعرف لاطي اللي غادي تجيك ان شاء الله، وكنبقى معاكم حتى كونفيرمي معاكم لا كوموند حتى توصلوا بها، والحمد لله راه كاع لي كليون ديالنا كيكونوا فرحانين ملي كتوصلهم لا كوموند وكيلقاوها كيف ما بغاو، وهذا هو المهم عندنا في البوتيك ديالنا الروميسا شوب. المهم البنات نعاود نفكركم بالثمن ديالو، هذا عوض 700 درهم، اليوم ان شاء الله غتاخدوه ب 500 درهم،
وبالمناسبه البنات هذاك الحجيرات اللي فيه راه ما كيطيروا لا مع صابون لا مع حتى شي حاجه. شوفوا ليا البنات هاد العبايه الخليجيه اللي حتى هي كتجي روعه، هذه العشاق اللون الاسود، كتجي في اللون الاسود وفيها هذوك الخطوطه بالباج اللي كيهرسوا اللون الاسود، صراحه حتى هي كتجي انيقه من الفوق بلاسي بحال هكا ومن التحت بالحرير كلها بالحرير. وفيها واحد الحزام هذا لا بغيتي تحزميه حزميه، ما بغيتيش تحزميه كتلغيه عادي. وهذه البنات عبايه اللي كتجي بلا طرح، بلا طرح كتجي غير العبايه بوحدها، والثمن ديالها كيبقى ب 500 درهم، وصراحه من اروع وارقى العبايات اللي جبنا في الروميساء شوب. وبالنسبه اللي طي البنات راه فيها من لا طي ام حتى لا طي 4 اكس ال، دونك كتلبس حتى البيج سايز. صافي راه انا كنحاول ما امكن لي موديل اللي كنلقى فيهم البيج سايز كنحاول نوفرهم لكم في المحل نظرا لان عليهم طلب كتير. واخا البنات المهم حتى هي كتبقى ب 500 درهم. وندوزو لهاد الموديل هذا اللي كيجي راقي، هذا فيه الجاكار والكريب وكيجي جوج ديال القطع. صراحة هذا موديل كلاس البنات، اللي لقيت شي خرجات بعقلهم شي عراضات بعقلهم، لا كلاس لا كلاس صراحة. بالنسبة للثمن 500 درهم، ولكن الخبر اللي مزوج انه للأسف قبل ما نحط لكم لا فيديو فكانوا خرجوا كاع القطع، بقات غير وحيدة لمن غتكتب ان شاء الله، والثمن ديالها 500 درهم. شي حاجة صراحة أنيقة، وان شاء الله نشوفوا لمن غتكتب هذه القطعه هذه اللي بقات. بالنسبه للاطاي اللي بقيت فيها على ما اظن بقات فيها لاطاي دوبل اكس ال. المهم اللي بغاتها سكرين صيفط لي ونعاود ناكد معاها كيف قلت لكم لاطاي، هذه شي حاجه اللي ما غاديش نلقاو فيها مشكل. بالنسبه للخامات راه فيها الجاكار بالبرونز وفيها الكريب بالنواغ، وهذا البنات راه الكريب رويال، يعني شي حاجه غزاله. ما نبقاوش نهضروا ثاني على الاثواب، صبني وردي. كلها هذه سلعه مستورده بخامات عاليه، وفيها البنات هذا الحزام هذا اللي كتقدري حتى هي تديها، وبالمناسبه راه ما معاهاش الطرحه او الشال ما فيهاش. واش ما قلت لكم البنات والناس اللي كانوا كيوصيوني على الازدالات او العباءات الصلاه اللي كيلقوا الصلاه ويلقوا حتى اننا نخرجوا بهم نمشوا بهم الجامع، بما اننا مقبلين على الشهر الكريم الشهر الفضيل شهر رمضان باذن الله، فكنبغيو عباءات كيكونوا هكا سامبل فيهم غير شي زوقه خفاف نمشي بهم الجامع، تيكونوا سامبل وانيقين وساتيرين في نفس الوقت. وكاينين حتى بعض الاخوات اللي كيبغيوهم هكا كيجيو زوينين حتى للصخره يخرجوا يتقداو، هذا كتبغي شي حاجه انيقه ومستوره. فانا وفرت لكم هذه اللي كتجي هكا اوفر سايز، وهي كتجي ستوندار، يعني كلشي من لاطاي ام حتى لاطاي 6 اكس ال غادي تلبسها. وديجا صيفطت منها لكلياناتي اللي شاركتها مع بنتها اختها ماماها، وكلشي الحمد لله كاع لي طاي لبستها وكاع لي طاي جاوهم وكلشي تيشكرنا عليهم. بالنسبه للثمن فصادم البنات، غادي نخليهم ليكم ان شاء الله ب 250 درهم حصريا من عند الروميساء شوب، غادي يبقاو ليكم الازدالات 250 درهم الى غايه رمضان، وما كاينش فيها غير هذا الشكل هذا، فكاين واحد الشكل اخر اللي غادي يكون من ورا هذا غادي نبينو ليكم. شوفوا البنات هذه راه فيها واحد الطريزه وفيها الحجيرات راه كتجي روعه، والثوب ديالها خطير، هذا ثوب الاي تي اي او ثوب الزبده كيف ما كنقولوا عليه، كيجي واعر وراه ما كيلصقش البنات، زوين ما شاء الله. صبني وردي، هذه راه هي انت طيبي وهي باقا ما طابتش الحمد لله، سلعه زوينه ما شاء الله، هي شاكره راسها. مهم البنات كنحس راسي كنطول عليكم في الهضره، غير عذروني عذروني. المهم كنبغي ما امكن نحاول نشرح لكم نعطيكم تفاصيل باش تكونوا عارفين، ونونسكم شويه وانتم كتفرجوا في لا فيديو تدققوا. صافي المهم انتم هذه راه داخل فيها الباج كيف ما كتشوفوا الطريزات، والثمن 250 لاطاي ستوندار. نقرب لكم البنات باش تشوفوا. المهم انا كيما عندي شويه مفتوح هو المغلوق على هكا، نتوما عارفين ديك لي غاز ما كيوفيش الحق ديال الموديلات، وحتى هو كيجي عريض طايا البنات في هاد العباء الصالات ستوندار كاملين واقفين، تقدر تلبس الرقيقه البيضاء كلشي يلبس. باش نجيو على السكي ديال الفراشه، هانتوما السكي ديال الجزائر، هادو البنات كاين جوج موديلات، كاين هاد الموديل الاول فيه جوج ديال اللوينات، وكاين الموديل اللي غنوريكم دابا، خليكم معايا انا غنوريه لكم دابا فيه لون واحد،
ودابا البنات وصلنا لاخر موديل اللي باقي عندنا في العبايه ديال الصالات، ها هو شوفوا معايا البنات هو كيفاش كيجي. هانتوما نقرب لكم باش تشوفوا لي ديتاي، حتى هو كيجي هكذا عريض اوفر سايز هذا، وكتجي فيها البنات هاد الرشمه. نقرب عليكم باش تشوفوها كيفاش كتجي، بحال جناح بحال. هانتوما البنات كيجي داير، نبغي نوريكم كيفاش كيجي بحال هكذا الظهر ديالو، ومن القدام كيجي بحال هكا. هذا هو الموديل الثاني البنات اللي في العباءات. هاد لي زاستراس كاينين في كولور واحد في لارجونتي البنات، لون واحد اللي كاين. وهذا اخر موديل في هاد السلعه اللي وصلتنا، هاد الموديلات المستوردين البنات. الى اللقاء، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنساوش تابوناو معنا في القناه.